هنا يا سلمى، ضيعتينا بسبب اللي كان بينك وبينه. مالي انا ومال كل ده؟ ما تضحكيش على نفسك يا سلمى، انت عملتي كل ده عشان تحمي نفسك وبس. انت ايه، ما بتحسيش؟ مش حاسه نفسك غلطانه خالص؟ لا انا مش غلطانه، انت الغلطانه، انت الغلطانه، وانا اللي بدفع ثمن الغلط اللي انتوا عملتوه سوا. وانا غلطت برضو لما انت حملتي من صلاح؟ انا اللي غلطت؟ ما تفوقي بقى، انا عملت كل ده عشان خاطرك، عشان اطلعك من المصيبه اللي انت فيها. كنت عايزاني اعمل ايه؟ اسيب البنك ياخد كل اللي حالتنا، واحنا اساسا ما كانش حالتنا حاجه. انا غلطت وانا معترفه بكده، بس انا غلطت عشاننا كلنا، مش عشاني انا زي ما انتي ما بتقولي. ايه دي الاسطوانه بتاعت كل مره؟ سلمى انتي مش اول واحده تقف مع اخواتها لما ابوهم يموت، ولا انتي عملتي كل ده عشان احنا نعيش؟ انتي عملتي كل ده عشان انتي طول عمرك طماعه وانانيه ومش بتفكري غير في نفسك. زي ما دخلتيني في الورطه دي هتخرجيني منها، وهتروحي لصلاح وترجعي له فلوسه عشان يساعدني. مش هعمل لك ولا حاجة، كلامك صح، أنا فعلا أنانية وما بفكرش غير في نفسي. سلمى هو مش هيساعدني غير لما أنتي تروحي له بنفسك، هو الوحيد اللي هيقدر يطلعني من البلوة دي، هو الوحيد اللي هيقدر يغير التقرير الطبي ويثبت إن الولد ابن مصطفى.